السلام عليكم الاخوان، مش تجم مليح؟ كلشي مليح، نتمنى ان شاء الله اتيريم امار مليح. ركني رد العائله نوم روي جن امار، نتمنى يوم ان شاء الله اتري تسعدوب اتري تسعدوم الاوقات سبحانت اني مهورث شنو نهار نسجن فيديو جديد، نسجن فيديو يعجبني غير حخمنت ولا دقن فيديو دقن نخبورات ندق تخسن فيديو يتعجب انا غير حر انا الشيخ ميد نسور مو تشن غاني باش نسور ادنك فيديو. ونهار الموضوع النغ الموضوع يتعلق س مليلية ام ليلية مش توات سنم توات بلع نغ توا غانخشا وينت الرحلات البحرية اكسبانيا توا اسبانيا توا ولو الرحلات البحرية توا العلاقة يمكن شل العلاقة ذاك المغرب اسبانيا توا نشل المشاكل، ولكن خو لا الخو يدور كلشي مليح. والرحلات البحرية الدور انت اسبانيا ان شاء الله الاسبوع القادم، نتمنى ان شاء الله دكا ادي سيغي ويتوقع بوش المشاكل اني شنحش توا الحري ودكا سفار راح ميتسري دكا تما قبل الرحلات البحرية اك شاسبانيا المغرب دكا يسفر راح وديني الخبورة تعاود قناش رميت عقب صافي الرحلات البحرية عقب تيد ورد مريج وسيقي مولو اتعزم صافي الخو المشكلة ديني ديني المشكل كورونا وها توغو مزوع توغو ديني بوش المشكل ديني المشكل جارس العلاقة توغو جنبو مليح الكورونا، ولكن خو ديني كورونا وها صافي غاد نقسمت الحالات ثير خو اتعزم مريج و الخبر نتأكد ان شاء الله قبل رأس السنة ان شاء الله اتعزم مريج قبل عام جديد ان شاء الله اتعزم اتعزم مريدية نغيك عام جديد نيشان اتعزم ويثما شين مجدوم قاغر بدا قاغوم خميني شن حاجة نتيك تخس فيديو اضم دغاغ جا مش سقان الرحلات البحرية بين المغرب واسبانيا اضم دغاغ جن المقال. يبدو ان العلاقات المغربية الاسبانية في طريقها للعودة الى ما كانت عليه قبل الازمة التي تسبب فيها دخول زعيم البوليزاريو الى اسبانيا بطريقة احتيالية بتواطؤ مع عدد من وزراء الحكومة بيدرو سانشيز، حيث جاء الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ليؤكد هذه الحقيقة. وفي هذا الصدد أفادت صحيفة سيوتا اكتواليداد الإسبانية أن المفاوضات التي شنت بين الطرفين منذ مدة من أجل إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لإعادة إطلاق خطوط الربط البحري بين الضفتين، والتي توقفت قبل بضعة أشهر بقرار سيادي من المغرب. أفاضت إلى الوصول إلى اتفاق على عودة حركة النقل البحرية بين البلدين، مضيفة أن الشركات العاملة في القطاع قد توصلت بإشعار في الموضوع وشرعت فعلا في الإعداد لعودة أنشطتها. وتوقعت ذات المصادر أن يشهد شهر نوفمبر المقبل انطلاق أولى الرحلات البحرية بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا، وهو ما سيمكن عشرات الآلاف من مغاربة الجارة الشمالية من القدوم إلى المملكة لملاقاة الأهل والأحباب بعدما تعذر على البعض ذلك خلال الصيف. ويأتي هذا مباشرا بعد تأكيد الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب عن عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعد أشهر من التوتر. هذا وقد عرفت العلاقات بين الرباط ومدريد تأزما غير مسبوق، وذلك بسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليزاريو. وجدير بالذكر أنه نتيجة تأزم العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والرباط وكذا تراجع الاقتصاد المحلي لمدينة مليلية المحتلة نتيجة إغلاق المحور الحدودي، تدارست إسبانيا تحويل مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين إلى قلعتين عسكريتين للحفاظ على أمنها القومي.
وقد أفاد إيفان ريدوندو مدير مكتب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في تصريح له أمام لجنة شؤون الأمن القومي في البرلمان أن مدريد تدرس خطة لتحويل سبتوم ليلية إلى قلعتين عسكريتين حفاظا على الأمن القومي الإسباني. وكشف ذات المسؤول الإسباني عن خطة أمنية جديدة ستعتمدها إسبانيا ابتداء من الصيف المقبل، وترتكز على تحويل الثغرين المحتلين إلى مناطق عسكرية للحفاظ على أمنها القومي. إذ ما خزني من المشكل تغيرني جار المغرب ذا إسبانيا تو المشكل أتدري مثل نيت المشكل من توثيرا ورخو إن شاء الله وعدني للمشكل لشان حاجة إن شاء الله الأسبوع القادم أتري أولى الرحلات البحرية إدغيس ندا غا المغرب زي إسبانيا غا المغرب و يثما رمي الدقة صافي الرحلات البحرية تسندي الله صافي كلشي قد مليح وديري الرحلات البحرية حتى زي إسبانيا غا مريتش باش تسن المسافر المغربيين عاود غا مريتش تفطفون دار المغرب وزي سني أتعزم مريتش إن شاء الله الدقة أتعزم مريتش بوركي خمي دغيا سوها الربو غا مريتش يخص ضروري تفون غا المغرب ما تقي من ديني إيوا أتعزم مريتش صافي إن شاء الله منين نتمنى الخبرات إن شاء الله هي غنترقو السنة وها وغنتسريبو شن الخبرات وحرين نمشي نزور بدا دوم نتاوي شن حاج تتيري صفار راح خبيد نتاوي شن حاج تتيري سخيق وهذا غي تعجب بالحر ولا شتي خمين تكشن فيديو اتيري سخيق وهذا غي تعجب بالحر نسي ورقعي تسمى نتغي ما قبري كاميرا غا سوينات واس مسيف واه ولكن خمين تيري شن حاج تتيري صفار راح نتغي ما الكاميرا سلع قرن صور نخس كلشي باش هاد نسيو التبرات اي وداني غانا ويا ثما ذو نهار الفيديو يتقير على حساب من يقال مغرب اسبانيا وصافي غادي يدرقي الرحلات البحريه وصافي المواطنين نغني الجاليه حتى في التسندور راني هني اسبانيا زقعة توقعت فرنسا وها تو تمعرا في غسغا الجاليه نض باش اطاحت اسبانيا غا فرنسا اترحب اتني تقربو باش اتصل على المغرب و اتصل انت معرا اتوكسين الجالية نغيني تسن ستونوبين نغ اي تسن دير كار نغيني تسن توكسين اتصل انت معرا باش ادسن غال اهل نسن ذا غال المغرب وارخو ان شاء الله صافي كلشي عذر وتفتسن اسبانيا الاخوان نغا تفتسن اسبانيا اتفايني بوشن شن تمارا نغشن حاجات ونقارهم أرداني وضغون كان فيديو نقارهم شكرا 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 التصين إذا غي تبع نمر لاني دي تقنا مو لاني دي تقنا مو لاني تقن كومنتيري الصباح لاني تقن كومنتير وحري سامحا يسمع عليش إلا وعد تقن بوش الكومنتير تيري يتمسايا نغطس باش واس نتق بوبلوك شي المنترا انتو ولاش الكومنتير وحري يطس قاع مريش نحاش تمو معليش نتجاذ ولكن مريش الكومنتير يقصح نيغي حشين غدا تسن هاد نيغي قاشن بلوك واجبو المشكل قاني ودا نقان شي ميساج يقيد بلوك ميمي قورن تي تعبر واجبو وني واس قانبو يعبر قاني ربعا ديني ودا واجبو دا عبروني ورا الانتقاد ورا شن حشتوني قانا سيزاوا صافي وني واجين يتزواري شو مو يزرى فيديو نيغي يزرى قاني ربعا ديني ودا تقد فيديو ديس 20 مينوت 18 مينوت قوايت فروش قاع قاعات هي التصاصي تقد كومونتير سوا دي قراش قاع مود مود غير شي كومونس قوالي شي فارج فيديو قوا جبو وايت فروش دي فيديو وايت تما غات تقد شان فيديو صافي ديني شان حاجه جاري دني مو اي تقد كومونتير ني واحد حين اونشين وزن حشي ور هاد وخزن تاري وخزن تق ديني القناه نيغ يوتيوب الشركه يوتيوب سينجيج نوينات بلوك قارش باشا واجد تيهدف ويزار فيديو وثنش ويزار من تقد ويزار ويل ولذلك نشين نتحاول ان شاء الله وانتقبو بلوك وان شاء الله نتمنى وادي حشي بوش نجن هذا الانتقاد شن الانتقاد من نشين اثنى قبر نقبر اللي انتقاد نكسي زايس وش نجني السنة نكسي زايس مين ميلا شي ماري السنة قبرين ما نغي تقسبو الحال بنتك شن حاش توجبو يمني وذا دخفيني بنادم قامي تقيدمو مين تقيدمو عاود نكسي زايس نخزا فمم
ولكن باش شادي ياسمين انا ماذا غادي كشان حشكوث من هذا تيري تاع فان تاني كشان حاش تقني واحد نقدر شا ونتقاس بلوك وسامح ما يخوه ولا غادي يتما ورجم على غيش فيديو الغناء. شكرا شكرا الطاس والسلام عليكم.